قد تستغرب كلامي ولكنها نصيحة. لا تبحث عن الحب، نعم لا تبحث عن الحب فقط رغم كل ما فيه من جمال ورومانسية وعاطفة، بل ابحثوا عن الأمان قبل الحب، عن الاطمئنان، عن ثقة لا تهزها شكوك ولا عواصف. ابحثوا عن الصدق، الصدق الذي يلي الوعود والكلام، عن الديمومة لا عن دهشة البدايات والافتتان. ابحثوا عن لهفة وشغف لا ينقطعان، عن سند واحترام لا يدبلان ولا يدويان. ابحثوا عن الرحمة والتقدير والرغبة بحياة مشتركة، لا عن حب عاصف في بدايته وكأنه بركان ثم يخمد ويموت وكأنه مكان. الأمان والاحترام والديمومة قبل الحب وهمومة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا يا احلى اخوات في الدنيا. عايزة بقى افكركم ان طبعا احنا في الايام دي ما شاء الله اللهم بارك، السوق مليان خضار حلو جدا شتوي طبعا، بجد بجد الخزين في الايام دي بيبقى تحفة جدا، البسلة والفاصوليا والقلقاس والسلق بتاع القلقاس والجزر طبعا موسم. عايزة بقى اقول لكم خزنوا والحقوا ان انتوا يعني خزنوا عشان الحاجات دي بتخلص بسرعة جدا، وما شاء الله الاسعار جميلة جدا. طبعا انا جايبة وما شاء الله اللهم بارك 10 كيلو بسلة. بجد هو بيبقى يوم تعب بس بصراحة يعني الدنيا بتبقي مرتاحة بقى 9 شهور قدام. عايزة اقولك بقى لو انتي اول مرة تشوفي القناة انزلي بسرعة اشتركي فيها وفعلي زر الجرس ودوسي على كلمة الكل عشان لما ننزل حاجة جديدة توصلك على طول. فين اللايك بقى؟ وكمان عايزة افكركم بحاجة، ان في اخر الفيديو هيكون فيه طبعا تعليقات اللي انا بحبها. بجد انا نفسي اقول تعليقاتكم كلكم، بس مش عايزة حد يزعل طبعا. انا كل فترة هاخد 4 5 اشخاص كده وهذكرهم يعني في الفيديو. بجد بحبكم جدا. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بقى طبعا بدأت ان انا ايه قعدت بصراحة في الارض، عشان طبعا ما شاء الله 10 كيلو ده يعني هياخد وقت حبة حلوين كده، فقعدت بقى في الارض كده وقعدت افصص بقى البسلة، والحمد لله يعني دول مثلا كانوا 5 كيلو ولسه بقى كنت هعمل 5 تاني. طبعا اليوم ده ما عملتش اكل كان عندي الحمد لله. وعايزه بقى اقول لك حاجه، وانتي شغاله في تفريزات او بتعملي حاجه طبعا في وقت الاذان هتقومي تصلي وترجعي تاني، وده اللي انا عملته في اليوم ده. والله العظيم اليوم الحمد لله كان فيه بركه. انا خلصت متاخر بس الحمد لله انجزت كل حاجه عشان اقعد كده مرتاحه وابقى مطمنه. وطبعا التفريزات دي بتنفعنا جدا جدا في شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان يا رب، اللهم امين. بصوا بقى ما شاء الله زي الفل وخضره جدا جدا. بصوا هوريها لكم، بصوا ما شاء الله بجد ما شاء الله مليانه وجميله. هقول لكم بقى دلوقتي انا جبت ايه من السوق بالاسعار. بصي بقى ده فلفل احمر رومي، وجبت 5 جزر، وجبت بقى 10 كيلو بسله، و2 كيلو فاصوليا. هقول لكم الفاصوليا عامله 5 والبسله عامله 5 والقلقاس دول 4 وحدات عاملين 35، وفلفل الاحمر اللي هو الشطه ده عامل 15، والسلقه عامل 5 جنيه، والجزر عامل 10، الكيلو ونص ب10. وجبت خيار وطماطم. ان شاء الله بقى خلاص قعدت هنا بقى قلت اقشر بقى ايه الجزر. عايزه اقول لكم الجزر طبعا ما شاء الله لونه يعني لونه بصراحه يعني شهي جدا، عشان كمان الموسم بتاعه مفيش طبعا تلاجات وكده، هو اصلا ايه الفريش الايام دي بيكون طازه. بصوا ما شاء الله اصلا كله يعني كويس جدا، لونه وطعمه مسكر سكر خالص خالص بجد. خلاص بقى هنا بدات ان انا ايه اقشر كل الشنطه. انا جايبه 5 و5 ما شاء الله، جايبه للبسله وجايبه كمان للتلاجه ان هو يكون ايه في عندي للسلطه وكده. وبحب انا اقطع كده طبق كده للبنات يعني، بيبقى فيه خيار وطماطم وجزر بصراحة وكابوتش مثلا، ويبقوا رايحين جايين عليه بحطه لهم مثلا على الترابيزة او على السفرة. بس كده خلاص انا خلصت كده تقشير ما شاء الله اللهم بارك. وهبدأ بقى ان انا اقطعه. طبعا بتقطعيه مكعبات صغيرة خالص، وفي ناس بتقطعه كبير شوية بس عادي يعني، انا بحبه ان انا اقطعه ايه صغير يبقى شكله بصراحة اظرف. بصوا بقى ما شاء الله بتقطعيها كده بالطول،
وبعد كده بقى على قطاعة او على ايدك عادي جدا، بايدك كده تقطعي زي البطاطس. انا حبيت اعملها معاكم على قطاعة. بصوا ما شاء الله، بتقطعوا كده بقى ايه بالطول، وبعد كده قطع صغيرة. سامعين صوت فريحة بتسلم عليكم قاعدة معايا بقى وانا بسجل. بس كده هنقطعها بقى بالطول كده زي البطاطس، وبعد كده بقى قطع كده مربعات صغيرة ما شاء الله، اللهم بارك. عايزة اقول لكم بجد يعني اي حاجة في الفريزر بتنفع، مفيش حاجة بتخسر يعني خالص بجد والله. عايزة اقول لكم يعني لا قدر الله لا قدر الله، لو انت حتى معكش فلوس او الدنيا مزنقة شوية، مش هنجيب خضار او مش هنجيب حاجة، لا في حاجات في الديب فريزر هتطلعي على طول وتعملي خضار وتعملي رز وخلاص كده زي الفل. طبعا انا خلاص هكمل تقطيع الجزر كده زي ما انتوا شايفين. والله انا ايدي وجعتني جدا 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 من السكينة طبعا ومن تفصيص البسلة وتفريزها وكده، بس الحمد لله. والله عايزة اقولك انا بشجعك ان انتي تقومي تروحي السوق وتملي بقى الديب فريزر بقى او الفريزر بتاعك وتلاجتك تمليها حاجات، وكمان عشان احنا في كورونا وكده ربنا يعافينا، احنا مش عارفين الدنيا تبقى عاملة ازاي الايام الجاية، فالافضل ان انتي تخلي كل حاجة عندك. بصوا بقى انا غسلت طبعا الحاجة بمية وخل وصفتها كويس قوي، وعملت بالمنشفة. هتشوفوا المنشفة اللي انا طبعا بقول لكم عليها اختراع، هتشوفوها عملت بيها السلق، بس الباقي ما صورتوش طبعا. لازم المنشفة دي حلوة جدا، بتنشف المية خالص من الخضار. حطيت فيها الجزر وحطيت فيها البسلة والفاصوليا وكل الخضار اللي انا عملته وجففته، يعني جففته قبل ما ايه ما اشيله. بصوا بقى هنا ما عندي ميزان، بصوا ده كام، 350 جرام، تمام، او 390، 390 بالظبط. انا بقى هضيف جزر هيبقى 616، يعني 600 جرام، فكويس قوي قوي قوي. عايزة اقولك والله العظيم كده انضف واحسن طبعا من اي خضار مجفف بره. طبعا بتطلعي الهواء من الكيس وبتربطيه، ولا بحطه بقى في مية مغلية وبعد كده مية بتلج والكلام ده خالص. انا بصراحة جربت كل الطرق اللي انتي ممكن تتخيليها، ما لقيتش افضل من الطريقة دي. اول ما بتطلعيها من الفريزر بتاعك كأنك لسه عاملاها فريش دلوقتي حالا حالا. بصوا ما شاء الله، برضو هعمل كده بالميزان. طب انا يا ساره ما عنديش ميزان اعمل ايه؟ بصوا هنا 400 وزودت 200 جرام جزر، بصوا ما شاء الله الكيس حتى فيه بركه اهو، 628 اهو، 628. عايزه اقول لك يعني الاكياس اللي بره طبعا 350 جرام وبيبقى 3 ارباعه اصلا كله جزر، فافضل حاجه ان انت تعملي كده. بصوا بقى ده السلق، بصوا ما شاء الله اللهم بارك. طبعا بنشيل العود منه اي عيدان وبنسيب الاوراق بس، وانا طبعا لسه غسلاه، هسيبه شويه وهبدا ان انا دلوقتي غسلت الفاصوليا بتاعتي وهبدا اقطعها. هنعمل الفاصوليا ازاي للبنات اللي لسه متجوزين؟ لو اي حد بيشوفني، بنقطع بقى الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت تمام بالشكل ده اهي، وبعد كده بقى هنقطعها كده بالشكل الجميل ده تمام. سهلة جدا، تمسكي بقى اتنين، تمسكي تلاتة، تمسكي اربعة زي ما تحبي. عايزة تقطعيها بايدك عادي على البلانش عادي، طبعا اي طريقة تريحك يعني اي حاجة هتريحك اعمليها، طبعا هتوفر معاكي وقت كتير. انا بصراحة الطريقة دي بتوفر معايا وقت كتير جدا. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، حلوة جدا 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 بقى. يعني الفوائد بتاعة الفاصوليا انا لو قعدت اتكلم لحد اخر الفيديو مش هيكفيني بصراحة في الفوائد بتاعتها. اولا محاربة السرطان الكانسر، يعني ربنا يا رب يعافينا يا رب اللهم امين. وكمان بتزود الخصوبة، وكمان بتقوي الحمل، يعني بتخلي طبعا في فرصة حمل كويسة عند السيدات بصراحة، يعني كويسة جدا جدا جدا. تخيلوها خالص خالص، هي بتمنع الاكتئاب، متخيلين؟ والله فعلا يعني ده حاجة من الفوائد بتاعتها بجد. اوعوا تقطعوها من البيت، يعني كفاية الاكتئاب اللي احنا عندنا اصلا. بصوا ما شاء الله قطعت الكمية دي، هبدأ بقى ان انا ايه اشيلها بالشكل ده.
بصوا انا ما جففتش بقى الفاصوليا لان انا كنت سايباها نشفت خالص. بصوا ما شاء الله خضرة وجميلة جدا جدا. قطعت كمية تانية، ال2 كيلو معايا هيطلعوا ان شاء الله باذن الله 3 اكياس. بصوا ما شاء الله شغلت الميزان 500 جرام، 534 جرام. تمام، ال2 كيلو طلعوا لي 1.6 كيلو، يعني طلعوا كده 400 جرام يعني تنظيفها وكده. فما شاء الله هتشوفوا معايا دلوقتي الميزان، بصوا ده 410 وده 506، فيعني كويس. تعالوا اشربوا معايا 7. بجد تعبت جدا ما شاء الله امبارح يعني لوحدي، ربنا يعني هو اللي قواني. الحمد لله الحمد لله بجد. خليكي ست شطورة كده واعملي كده في بيتك، ما تخليش اي حد يعلق عليكي. جالك ضيف، جالك اي حد، هيكون حاجتك عندك، حتى لو معكيش فلوس زيادة تعملي او كده، لا هيبقى عندك حاجات. بصوا ما شاء الله انا طبعا فرست، ما كنتش قادرة بصراحة اقطع تاني جزر، قلت بقى خلاص فرست كده ما شاء الله 3 اكياس فاصوليا و10 اكياس بسلة ما شاء الله، اللهم بارك. بجد بجد جميلة جدا يعني. اي حاجة في الديب فريزر عندك بتنفع. بصوا في مامتي التانية يعني دايما تقول والله مثل حلو قوي، مفيش حاجة بتضر غير الكلام المر. فعلا والله عندك حق. عندي بقى ما شاء الله اللهم بارك، الديب فريزر بتاعك بقى لازم لازم ان انت تخلي كل درج الوقت يعني حاجة، حاجات معينة، لحوم، فراخ، سمك، تقسميها يعني، فواكه، خضار، ما تحطيش كله على بعض خالص. بصي بقى دي بقى الاختراع بجد يا جماعة، والله العظيم الحمد لله ان انا جبتها، يعني بقى لي تقريبا 4 او 5 شهور جايباها. لا بجد نفعاني جدا جدا في اي حاجة، بنشف فيها الملوخية، بنشف فيها الخضراء، اي خضار عندي. هي تركي كنت جايباها ب100 جنيه، بس حلوة جدا ما شاء الله. بصوا المية طبعا يعني زمان الناس كانت بتعمل ايه، وما زال طبعا في اماكن معينة بتسيب الملوخية طبعا ايه على السور، الشمس تنشفها. طبعا انتي مش شايفة كمية التراب اللي هيجي على الحاجة، فطبعا ايه دي بصراحة اختراع بجد بجد بجد. تسلم ايد اللي اخترعها، بجد حلوة جدا جدا جدا. هنا بقى معايا الكبة بتاعتي. ايه صرت تعملي السلق في الكبة؟ اه هعمل السلق في الكبة، هتشوفي اصلا النتيجة دلوقتي بعينك. بصوا بقى حطيت السلق وحطيت الكزبرة الخضراء، انا حاطة 4 كزبرة، سوري 4 سلق و2 كزبرة. تمام، بصي بقى هخلطها كده، بضغط عليها عشان بيبقى هاتي جدا جدا. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. يا جماعة بجد القلقاس برضو من الأكلات اللي فعلا فعلا تحفة جدا، احنا بنحبها جدا جدا في الشتاء وغير الشتاء بصراحة، يعني هي مفيدة جدا. بصوا بقى ما شاء الله معايا بقى طاسة، وهنزل بقى بالسلق. بصوا ما شاء الله مفهوش اصلا سوائل خالص، ناشف خالص خالص. خلاص كده خلصت الكمية بتاعتي، وضفت بقى معلقة كبيرة كده حلوة من السمنة. بصوا بقى السمنة بجد مدياله ريحة تحفة جدا. طبعا اجدادنا زمان كانوا بيعملوا ايه، كانوا ومامتي طبعا كل الناس القديمة بتعمل كده، بتحمروا الاول بسمنة وتوم وبعد كده تضربوا في الخلاط وكده. لا لا احنا بقى هنعكس، احنا بقى هنفرمه الاول ونحطه على النار. بصوا بقى دي راس، من راس كاملة من التوم. بصوا ما شاء الله هتحطي راس، ايوه راس كاملة، عشان انتي ما شاء الله دي كمية 4 سلق، ده ما شاء الله كتير يعني 4 مرات 4 اكلات، فما شاء الله التوم مديله ريحة تحفة جدا. هنا بقى خلاص ضفت بقى معلقة كده من الملح وخلاص هطفي عليه، ويلا بقى نقطع، نسيبه يبرد ونقطع مع بعض السلق القلقاس. بصي بقى تقطعي القلقاس كده واحدة واحدة، عشان طبعا هو بيكون ناشف جدا جدا
من الحاجات اللي فعلا فعلا انا بتعب جدا من تقطيعها، يعني انا مش قادره اوصف لكم انا ايدي وجعتني قد ايه، بس عادي الحمد لله، والله ربنا بيقوي بجد، استعينوا بالله والله العظيم هتخلصوا كل حاجه عايزين تعملوها. بصوا ما شاء الله هتقطعي بنفس الطريقه دي، بس ضروري اوعي يكون السكينه بتاعتك فيها نقطه ميه او البلانشه بتاعتك فيها نقطه ميه، لو في ميه مش هتعرفي تقطعي حاجه خالص خالص، إيه هيبقى في كده مزلقه وبتاع وكده، لا مش هتعرفي هيتزحلق منك بقى خالص. عايزة اقول لكم برضو ده كنز بجد. اول حاجة من فوائده طبعا برضو ما شاء الله عليه مكافحة السرطان، طبعا ربنا يعافينا يا رب جميعا. كمان خسارة الوزن الزائد، ايوه، وتحسين طبعا النظر، بجد بجد حلو جدا، اكليه لاولادك واعمليه في البيت بجد هيحبوه بالطريقة دي هيحبوه. بصوا بقى هنا معايا بقى ايه، فوطة كده نظيفة، الفوطة دي يعني انا مخصصاها للقلقاس، عايزة اقولك بقى يعني انتي هتنشفي كده القلقاس بالفوطة دي، وهتبدأي ان انتي انا بدأت ان انا انضف برضو القلقاس عشان فيه كان فيه كده ايه قطع، وبعد كده بدأت ان انا اقطعه. بصوا ما شاء الله هو ناشف جدا، بس انتي على قد ما تقدري يعني ربنا يقويكي كده. انا غيرت السكينة وسنتها بقى في المسند بتاع السكاكين، وبعد كده بقى هقطعه كده بالطول. بصوا ما شاء الله هو تقيل جدا، وهقطع بقى بالطول كده صوابع، ومسكت بالفوطة يعني عشان مفيش حاجة تتزحلق مني، وتبدأي ان انتي تقطعي مكعبات كده، اوعي تقطعي مكعبات رفيعة هيتهري منك مش هيبقى القاس خالص. يعني بصي انا عملت ايه، نشفت حتى الطبق بمنديل البولة اللي انا حطيت فيها القلقاس، عشان انا مش عايزة اي يعني ايه زحلقة او كده، هو المادة بتاعته بصراحة صعبة جدا. هنا بقى انا حطيت كام، 5 ليمونات، عشان لازم قبل ما اشيله يعني اقفل كل المسام بتاعته بالليمون. بصي ما شاء الله اصلا يعني لونه احمر كده بجد حلوة جدا جدا جدا، الناس اللي مش بتحب القلقاس بجد خسرانين كتير قوي. بصوا ما شاء الله انتي جايبة ليا صورة 4، انا كل واحدة ليها تسوية معينة، ما ينفعش احط 2 في وقت واحد، واحدة هتستوي والتانية لأ، فلازم القلقاس الواحدة تطبخ مع بعض يعني. فانتوا اعملي كده، لو عندك حتى عزومة هاتي واحدة كبيرة، يا اما تعملي في حلتين، لو انتي عملتي قلقاس 2 مع بعض، قلقاستين مع بعض، لا لا واحدة تستوي واحدة لا. هنا طبعا خلاص عصرت الليمون عليها، وهجيب بقى كيس تلاجة، وما شاء الله اللهم بارك. بصوا اصلا ما فيش اي مزلقة خالص، الحاجة ما شاء الله زي الفل زي الفل، وهشيل كده القلقاسة كلها كاملة. كمان اقول لكم على حاجة في القلقاس مهمة جدا، تعزيز مناعة الجسم، متخيلين يا جماعة؟ بجد فوائده رهيبة 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 بجد. بصي بقى انت ممكن تقطعي برضو بالطريقة دي بدل البلانشة وكده، اي طريقة تريحك. انا بصراحة كنت عمالة اقطع كده بالشكل ده وبالشكل ده، عشان ما شاء الله يعني الموضوع كان بالنسبة لي مرهق جدا وصعب، والله خلصت الموضوع ده في يوم، تخيلوا بقى يوم كامل طبعا بتنضفي خضار وكده، يعني انتوا ممكن تشوفوا الفيديو 21 دقيقة، بس هو بصراحة اخد مني مجهود كبير، عشان برضو يعني اي حد بيشوفني يتشجع ويملى بقى بيته كده، ولازم طبعا تعمري بيتك، متخليش اي حد يعلق عليكي في حاجة، بجد الحاجة لما بتكون في البيت بتريح كتير. بصوا ما شاء الله خلاص كده تحفة جدا 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 بجد، اصلا ريحته حلوة، يعني ريحته حلوة جدا، الناس معرفش مش بتحبه ليه، ممكن يكون يعني الناس اللي مش بتحبه كلوه مثلا بطريقة تانية من ناس تانية، لا لا بس الرق طبعا على الطريقة والريحة، لا 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 تحفة جدا. انا اصلا بجد يعني في ناس كتير ما كانتش بتاكله، وناس كتير اول ما دقيته من ايدي بصراحة حبوه جدا. هنا بقى السلقة خلاص برد، وحبيت ان انا اعمل ايه، اكيسه، مرضتش احطه كله في كيس واحد واكسر منه،
لا انا حطيت كل واحد كده كل وجبة في كيس زي ما انتوا شايفين. ليه هتطلعي الكيس ده والكيس ده وخلاص كده انتي طلعتي الوجبة بتاعتك. بصوا ما شاء الله اللهم بارك. بس كده هكمل بقى بقية السلق. بصي انا كنت فردت السلق بالشكل اللي انتوا شفتوه ده، كنت هسيبه كده بس قلت لا ممكن اعمل له رول احسن عشان ما ياخدش مني مساحة خالص في الديب فريزر. ما شاء الله كفاية الحاجات يعني التانية، فلفته كده رول بجد ما شاء الله بجد بجد الحاجة. انا مبسوطة جدا الحمد لله ان انا ربنا قواني وعملت كل ده في وقت قياس يعني، واحنا خلاص في شهر واحد فخلاص الشتاء قدامها يعني شهر ونص ان شاء الله كده، وتبدأ بقى الاكل بتاع الشتاء الحلو هيبدأ ينتهي من السوق. وطبعا الفاصوليا كل ما بتأخري كل ما بتنشف. بجد بحبك يا احلى ناس في الدنيا. يا رب بقى الفيديو يكون عجبك، وهندخل بقى على احلى فانز عندي. اول حاجة بقى جانا، بحبك جدا يا جانا بجد والله. كاتبالي عملتي كوفي كورنر يجنن، ربنا يخليك يا رب، تسلمي يا قلبي بجد، منوريني في كل فيديو بجد، ربنا يخليكوا ليا. وتاني بقى حد معايا ولاء، بحبك قوي يا ولاء بجد، ربنا يخليك يا قلبي يا رب، اللهم امين. يوميات شمس الغروب منوراني طبعا في كل فيديو، ربنا يخليك يا رب ويكرمك ويكرم كل زمايلي وحبايبي. اخر حاجة معايا مدام ميرفت، ربنا يصلح حالك يا سارة، هتكوني من قنواتك كبيرة جدا ان شاء الله، ربنا يخليكي. ميرسي جدا على ذوقك، ربنا يخليكوا كلكوا احلى اخوات في الدنيا، منوريني ومشرفيني بجد بجد، ببسط جدا معاكو. لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.